انت خبرت مراد بمحل اسكندر؟ ايه. وكيف بتعرض حياة بنتي للخطر؟ ما عرضت حياة بنتك للخطر ابدا، بس الحقيقة انقذت حياة ابنك فؤاد. بلا اشرح لي كيف هي. لو ما قلت لميماتي وين اسكندر بالوقت المناسب كان قتل السيد فؤاد. لا مراد ولا ميماتي كان بيجي ببالهم مجرد فكرة يعملوا شي للست انجي. هيك صار، مع انهم كانوا بيقدروا يساووا كل شي. طبعا يا شريكي المحترم، بهي الأزمة منجيب مصاري بطريقتين. وشو هن الطريقتين؟ أول طريقة نتاجر بسلاح. ما أنتوا عم تشتغلوها؟ لا مو أنا، أخي اللي عم يشتغلها. أنا رح أعرفك على تجار السلاح وأنت اللي رح تدير هي التجارة. لمين بدنا نبيع هالأسلحة؟ لأفريقيا. بدك تبيع سلاح للي مو ملاقيين خبز؟ لأنه المو ملاقيين خبز حابين يموتوا بسرعة، ولهيك عم يقوصوا بعضهم. حكيك مزبوط. قلت له لابراهيم ميماتي بيفهم بالتجارة وغالبا رح يوافق على هي. ايه، والطريقة الثانية؟ السفينة اللي رح تنقل السلاح منتفق مع القراصنة يخطفوها ومناخد مصاري التأمين. وهي منيحة، الله يجعله مبروك. بس سكرتيرتين ما فيهم يعملوا كل الشغل يا ميماتي، بدنا خمسة كمان. والسكرتيرات رح يدبروا القراصنة ولا السلاح؟ هو إبراهيم مثلك متزمت، بدي دفي حضن جماعة التأمينات يا ميماتي حتى يسجلوا 50%. ما دام بدك تدفي حضنهم بالسكرتيرات، ليش حاططهم ليجيبوا لنا شاي؟ اترك لي جماعة التأمينات بس يشوفوني، بأكد لك رح يقتنعوا. من إمتى كانت المرأة أقوى من السلاح والرصاص؟ مرحبا، كيف خسرت الرهن معلم؟ هلو رهن يا ابراهيم. قلت فؤاد تتر اوغلو بحياته ما بيتجوز، ليكو وقع فيها. ابراهيم لا تفكر انك نفدت، المرة الجاية بجيبها بين عيونك. ها حقير، احكي مثل العالم قدامي. طول عمري بقلك يا ابراهيم انت دفش. وراسي معلم، ابي كان دفش مثلي ويمكن اكتر. روح اعتذر. يلا ابراهيم اعتذر من ميماتي. بعتيلي بنت ابراهيم لعندي. شو اسمك انت؟ نجلة يا بيك. عندكم شي وراثي ما هيك؟ كيف يعني؟ قصدي الوقاحة. عملت شي غلط سيد فكرات؟ بتعملي انت مثل ابوكي كمان. اذا ما عملتيها بالتركي بتعمليها بالانجليزي. انت عندك اكثر من لغه يا نجلة ما هيك؟ ايه عندي. وفيكي تحكي بكل اللغات، بس اوعك تنقلي اي شيء بنحكى هون لبرا. ماشي نجلة؟
اتفقنا ما هيك؟ اوكي اتفقنا. بوسي يلا شوف يا نجلة. خير خير فكرة بيك. قسم من الرهن تبعنا اخذته وتبرعت فيه لبنتك. بالله والقسم الثاني فكرة بيك. بسبب الوقاحة اللي عملتها من شوي مع شريكي ميماتي استرجعته. لك يا لطيف شو بقرب الصورة؟ هدولي إلك مورو. ومقابل شو؟ إجا الخال امبارح لهون. بس أنا ما قلت لك بده يجي. مورو أنا بعرف اللي دفش مراد على مدار علي. مين؟ كرجة داك. بس أنا بعرفك من نفس الطينة، يعني كانت شركاتكم مع بعض. شو صار؟ كرجة داك خاني. إذا كان بدك تتعامل معي مزبوط اقتله وبقدم لك أي إمكانية بتلزمك. رحت لعنده بقصد جاويد وحملني سلامات واحترامات كتيرة لإلك وقال بيصير اللي بدي إياه ولك الرجال مثل الدهب. غلطان يا خال. شو يا مراد؟ عم بقول لك انا بكفله وما بحكي هالحكي على الفاضي. اخذ مورو لعنده خال. ومورو منين بيعرفه لجاويد؟ يلي حضرتك عم تكفله له علاقه بالمنظمه. المنظمه الرجال بيرجف لما ينذكر اسمها قدامهم. الرجفه مو بس للخوف، ممكن تكون للاحترام يا خال. بدك رأيي يا مراد. مورو واحد ما بيتصدق. شو خال زعلت؟ لا بس عندي جلسة كيماوي، مو هيك بدكم؟ زيارتك قصيرة حتى مالك جايبة معك تياب؟ رح ضل عندي مراجعة. Thank you.
شو صار دقيتي؟ ما عم بيجاوب. ابعتي مسج؟ بعتت وما جاوبني. عملتي شي بلا ما تنتبهي؟ شو بدي يكون عملت يا صدفة؟ معناتها كان عم يهتم فيني تحت ضغط أمه، بس هو ما بيحبني من قلبه. الحمد لله على السلامة مدام. الله يسلمك يا لديز. تفضلي عادي، بطلب لك قهوة. أنا ما رح طول، بدي منك شي ضروري. بأمرك. بس رح يبقى بيناتنا. طبعا لا تشغلي بالك. بدي أعرف ماضي اسكندر بوضوح. بدك أشرح لك ماضي السياسي؟ لا، بدي أعرف عن حياته. صعب البحث بهالموضوع، بس رح أعمل جهدي أكيد. شكرا يا لديز. Yeah.
فيك تخلي حدا يفتح؟ سهل كتير. طيب ناطر اتصالك. إذا مخمس مشان عبد الحي أكيد بيلتقى عندي بالبيت هيك شي. لا مماتي، في شغلة لازم تنين. خير شو صاير؟ مماتي بدك تحقق معي؟ لا معلم، خلي الزلمة يفتح المحل وبخبرك. ناطر. ماشي معلم. يلا كاظم. الصاغة تبعك؟ عالي، افتح الدكان. جايك. شو علاقتي بالساعة هلا؟ قلت لك افتح يعني افتح. ما في بكرة، هلا بتفتح. والله يا معلم ما في أي قواعد عنا بهالبلد. قواعد شو يا؟ يعني تسكير المحلات بشي ساعة ثابتة. قال يعني بأوروبا في عندهم قواعد لهيك شغلات؟ ايه طبعا في. هنيك القوي ما بيروح على المحلات، بيجيبها على البيت.
معلم. أسعد فرجي الأساور والسلاسل اللي عندك. لا بدي خاتم. حاضر. بس الشاب اشترى خاتم. عن مين عم تحكي؟ مو جايين نحن من شان عبد الحي؟ لا مماتي. غير معلم، لشو الخاتم؟ بدي هاد. تكرم عينك. معلم عطيتني مبارح اسم سفتاب علمان ولقيته. وينه؟ وينك انت؟ من الصبح عم دقلك اليوم. انت لساتك بالروضة؟ بس بدي اطلع رايحة على البيت. رح امره واخدك. ماشي. ما تغيرت أبدا. بس أنت تغيرتي. ما عادت حلوة مثل زمان. شوفني من زمان كنت تبلكم وتجن تقلي يا عمري إذا بخسرك ما بقدر أعيش بقى. متذكر رقصتنا الأولى؟ ما طبعا أنا ما بنسى شيء أبدا. بعرفك منيح. رجعتي على اسطنبول؟
صار لي أكتر من سنة. وين كنتي لأكتر من 20 سنة لكان؟ كنت عم بهرب. طيب ولدتي شي؟ لا مات. وأنا رايحة على ألمانيا سقطته. يعني ما جبت الولد؟ ما ولد. هال، لأنه ما بتمنى يكون بقيان منك نسخة على الأرض بالمرة. لقيت شي؟ لقيت مدام. اسكندر الكبير عنده بنت. كيف؟ وأنا كمان تفاجأت. وفوق هيك عايشة باسطنبول. باخد تاكسي وبروح لحالي. شو التكاسي هواية عندك؟ لكن شوفي، ألف مرة اتصلت فيك ومطنش مكالماتي. عم دور على شو؟ على طريقة أطلب إيدك فيها. مو طبيعي، بلا هالمزح. ليك مراد، امك عم تضغط عليك بعرف، بس انا ماني متوقع منك شي يكون بعلمك. مانك متوقع مني شي؟ بنو بس أنا متوقع منك شيء. ما
مشهالي بفيلم العراب. أنو مشهد؟ وقت كانوا عم يمشوا تحت الشجر. بس ما في ورانا سيارة. ايه شو متوقع مني؟ بدنا نعمل بيت يا إيبرو. شو قصدك؟ نعمل بيت؟ روضة أطفال؟ فينا نعتبرها روضة أطفال، بس هي أكيد مو شغل. ما فهمت. فيك تخليني كمل؟ طبعا. يمكن هلأ أقدر أفهم منك شي وتكون واضح لو مر. بتقبلي تتجوزيني؟ إذا جاهز لنطلع معلم، بقدر ما أروح على العشاء وبالحاك بعد شوي؟ في شي يا بدري؟ معلم، في مشكلة عائلية صغيرة بس، إذا بتسمح لي. ديروا بالكم منيح، الوضع متوتر. الو الزلمه طلع هلا جاهزين شامو. يلا الله يوفقك بدري بايام. والله وضحكة بوشنا هالدنيا. بعد عني. لا تتحرك. خليك بأرضك. لك شو عم يصير؟ فكر حالك. بدي علمك كيف تتصرف وامثالك. فهمان ولا؟ بعد لشوف. وين بدك تروح؟ هون؟ قلي وين بدك تروح؟ معلم رح يهرب. لك عم قلك اتركني. الأرض عم قلك. لك يخرب بيتك. لك بدون ما اقتل حدا من اعدائي مو ظابطه معي. مو بس لانك رايدي هالشي، انا اخترت ابرو لانها بتنسجم مع عقلي وقلبي وروحي، وانا شايف ان البنت المناسبه يا امي. يا روحي انت هلا عايشني الجنه بهالدنيا، وانا بترجى من الله تعيش انت ومرتك واولادك حياه مثل الجنه طول العمر ان شاء الله. الله يسعدك ويهنيك يا ابني.
هاي احلى هديه بتقدم لنا اياها انا وامك. ليش ما جبت لي بنتي؟ والله بدي اشوفها وبوسها وبارك لها. بس ماني مفكر اجمع الكني والحمايه سوا. ما بقى بدي اسمع من تمك كلمة حماية بالمرة. مثل ما انا امك انت رح اكون ام الها. ابني حكيت مع الختيارية بهالموضوع مو هيك؟ لو الختيارية ما سمحوا له كان بياخد هيك قرار يا زلمة لحاله؟ لا بابا ما حكيت. ايه وشو رح يصير؟ منعيش ومنشوف. مو انت بتقلي لنرى ما يكتبه الله وكل ما يكتبه جميل؟ يا حبيب امك يا مراد. دقيقة صدفة الباب عم يندق. مين جاي هو؟ خلص بقى منحكي بعدين روحي. ماما بابا روحي يا حبيبتي. يا بنتي الحلوة عن جد يا حبيبتي. فوتوا لي هدول. فوتوا اتركهم بابا. أنا خليها خليها طبقتهم ديري بالك. خلاص مواصلات اسطنبول مصيبة عن جد. قلت لك خلينا نروح من الجهة الثانية. لا تبلشي يا مرة لسه ما وصلنا. ها عادي ارتاحي وبلا ما تشتكي. لا أنا مو قصدي اشتكي بابا. بنتي شو هالخاتم؟ أمي أنا انخطبت. ياه؟ الله يخليكي. أنت قولي لبابا. إيه برو أنت بدك تجيبي لي جلطة بالقلب؟ شو عم تحكوا جوا؟ تحكوا قدامي. أمي بوس إيدك. أبوك أنت لازم تخبريه. بنتك عملت لك مفاجأة. مفاجأة؟ إيه برو؟ قولي بنتي عم اسمعك. شو هي المفاجأة؟ أنا حاسة هلأ أني رح موت من خجلي. شو هالحكي؟ بدك تخجلي من أبوكي؟ بابا بعرف أني وعدتك أحكي لك كل شي شو ما كان وما خبي عنك أسرار، بس صارت مفاجئة. بنتك انخطبت. أمي لا مو هيك تماما. لكن كيف؟ انعرض علي الزواج ووافقت. بعرف كنت لازم اعرفكن عليه، بس هو منيح ورايق كتير وقلبه كمان طيب كتير وانا كتير معجبة فيه. بنتنا صارت صبية، نحن لازم نتقبل هالواقع. انا دائما بعتبرك بتاخدي قرارات مزبوطة، صح بالنسبة إليك صح بالنسبة إلي، والحلو بالنسبة إلي كمان حلو بنظري. يا بنتي كل اللي بتمناه إليك يكون زواجك سعيد ومرتاح. شكرا لك بابا. كل أملي أنه ترضى أنت وماما عن زواجي. بس مين المحظوظ اللي اخترتيه؟ مراد علمدار. حرام أمه بالمستشفى يا ماما، وضعها خطير. شو رأيكم نزورها سوا؟ منروح. ايه مين قلتي؟ مراد علمدار. ما بتاخدي أبدا. بابا بالجرايد والإنترنت بيكتبوا غير شي، بس أنا بعرف. ايه برو أنا مستعد اتبرى منك. مراد علمدار مستحيل يكون زوج بنتي بيوم من الأيام.